وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة التاسعة. أخبار اقتصاد ومرنا إيهاب. مرنا، شكراً محمد، شكراً أميرة. والآن مشاهدينا، جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة المعاملات الشهرية لمحافظ الهاتف المحمول لتتخطى 100 مليار جنيه بنهاية شهر يونيو من عام 2023 بزيادة سنوية قدرها 152%. وأضاف البنك المركزي أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 34 مليون محفظة بنسبة زيادة سنوية قدرها 20%. وأوضح المركزي أن عدد العمليات الشهرية التي تتم عبر هذه المحافظ سجل 85 مليون عملية بزيادة سنوية بلغت 130%. وكشف البنك المركزي أن هناك نحو 30 مقدما لخدمة محافظ الهاتف المحمول تشمل 23 بنكا بالإضافة إلى شركات الاتصالات. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة الواردات المصرية بنسبة قدرها 20.4% خلال أول 4 أشهر من عام 2023. وذكرت البيانات أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا ارتفع إلى 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع عن قدرها 14.4%. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط 1% لتعوض خسائر الجلسة الماضية بعدما طغى شح المعروض والتوقعات بزيادة الطلب الصيني على المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.9% إلى 83.64 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% إلى 79.56 دولارا للبرميل، ليتجه نحو أعلى مستوياته منذ 19 من شهر أبريل. وفي المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.3% لتصل إلى 2.86 دولارا للتر. وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 3.19% لتسجل 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت في الأسبوع الماضي. وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى انخفض 7000 طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 221,000. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي مواصلا حربه لكبح التضخم في منطقة اليورو والعودة به لمستواه المستهدف عند 2%. وزاد المركزي الأوروبي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2000، ويصل معدل الفائدة الأساسية إلى إعادة التمويل إلى 4.25%. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم أميرة ومحمد. شكرا لك مرنا.